مساء الخير بندر، زينب، ليندا، أمل، منى، بارعة، أحمد، نيمار ويامن. مساء الخير جميعا، أكيد اشتقتوا لي، صار زمان ما سمعنا بعض. طمنوني إن شاء الله امتحاناتكم جيدة. يلا هلا هون بدنا علامة ممتازة أو كاملة، إذا بيكون أفضل لازم علامة تامة هالمرة، مع إنه الشغلة بدها شوية شغل، مو كتير شوي. طيب نحن إذا رح نعمل مراجعة جلستين، رح نعمل استراحة بيناتهم ربع ساعة نص ساعة، نتفق مع بعض حتى ما تتعبوا كتير. رح نراجع فيهم المادة من أولها لآخرها باختصار طبعا، مع التركيز على الأشياء الهامة جدا اللي لازم تكونوا فعلا تعرفوها لحتى تقدروا تجاوبوا على الأسئلة بشكل جيد. طبعا أنا حبيت أعمل هالمحاضرة بكير لأنه في بعض الطلاب امتحاناتهم ب 22 شهر، يعني اليوم 19، إيه وكل عام وأنتم بخير. إيه والله، فحبيت أعملها بكير. طبعا هي المراجعة رح تنعاد يوم الجمعة ب 23/8 الجمعة القادم، ورح نرجع نعيدها مرة ثانية ب 25 الشهر، فاللي بحب يحضر أكثر من مرة كمان أهلا وسهلا فيه، واللي ما حضرها هلا ذكروه يحضرها ضروري جدا. إذا نحن بالواقع كنا مطلوب منا نقدم مادة اسمها إدارة مالية لناس بالمفترض إنه خليط غير متجانس، يعني ناس مع شهادة أدب إنجليزي، ناس صيدلة، ناس حقوق، ناس طب أسنان، ناس طب بشري، في اقتصاد يمكن كم واحد، في هندسات، وبالتالي في ناس بتعرف وفي ناس بتعرف شوي صغيرة معلومات وفي ناس ما عندها أي فكرة، فهي نقطة كانت صعبة جدا. شكرا يا يامين، وانت سالم. وفي ناس هي اول نقطة. النقطة الثانية، يعني نحن قلت لكم ببرامجنا اللي سويناها لل MBA مادة، ما في مادة إدارة مالية، في إدارة مالية لكن قبل الإدارة المالية في محاسبة وفي تحليل مالي وفي مادة اسمها استثمار، يعني في عدة مواد بتسبق المحاسبة الإدارة المالية، لأنه لا يمكن انه ندرس اداره ماليه والطالب ما بيعرف محاسبه والطالب ما بيعرف تكاليف والطالب ما بيعرف تحليل مالي، شلون بده يشتغل اداره ماليه؟ لذلك انا يعني بعتقد ان شاء الله تكون توفقت بالخلطه يلي ساويتها يلي بتغطي احتياجاتكم سواء النظريه او العمليه التطبيقيه، اذا احتجتوا لتطبيقها واستخدامها بشغلكم بحياتكم مو بس بالنجاح، يعني بتكون أداة مساعدة مفيدة تذكروني بالخير. لذلك نحن سوينا هالمادة ورتبناها على الشكل التالي، بالمجموعة الأولى أخذنا فكرة عن المحاسبة المالية والقوائم المالية، عمار بدون المايك إذا ممكن، تمام، والقوائم المالية والمبادئ المحاسبية اللي بتعتمد عليها وكيف بيتم التسجيل بالمحاسبة وكيف بيتم ترتيب الامور، هذا بالكتله الاولى يلي هلا حارجع بلش فيها. بعد منها حطيت كتله تحليل مالي لحتى اعلمكم انه يكون عندكم قدره على قراءه الوضع المالي للمنشاه بشكل سليم من خلال ادوات التحليل المالي التقليديه، سواء تحليل المالي الراسي ولا التحليل المالي الافقي المقارن ولا التحليل المالي بواسطه راس المال العامل ولا التحليل المالي بواسطه النسب الماليه. بعد منا انتقلنا لاعطيكم فكره عن المحاسبه الاداريه ومحاسبه التكاليف، يتعلمكم شو انواع التكاليف وشلون بنحدد كل تكلفه شو نوعها وشو معادلتها وشلون نستخدمها باتخاذ القرارات، قرار سعر البيع الامثل، قرار نقطة تماثل السعر، قرار حجم الاقتصادي للطلبية، قرار نقطة حد السواء، قرار ايقاف نشاط خاسر، قرار، واخذنا
بالإضافة لحساب نقطة التعادل وهامش الأمان والمبيعات المستهدفة. هدول كلياتهم أدوات محاسبة إدارية، يعني هي استخدام البيانات المالية والمحاسبية باتخاذ القرارات الإدارية الهامة. وطبعا دور المدير المالي دوره هذا أساسي، الدور أساسي من المهام الأساسية الملقاة على عاتق المدير المالي هي أنه الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمنشأة ومساعدة الإدارة على اتخاذ قراراتها، هذا كله من خلال المحاسبة الإدارية. الكتلة الرابعة كانت بالمالية بالعمق، فبلشنا بالمالية بالتوصيف الاستراتيجي للوضع المالي للمنشأة، واستعملنا أداتين يلي هي دورة حياة المنشأة، واستعملنا بعد منها مصفوفة بوسطن. هدول اللي بيحددوا لي أنا كمدير مالي شو وضع المنشأة، شو الاستراتيجية اللي لازم استعملها بحسب طبيعتها. هلا حنرجع نشرحهم بالتفصيل. وبعد منها اشتغلنا بالاستثمار، لأنه الاستثمار عملية تحتاج أموال كبيرة وفيها مخاطرة، لذلك المدير المالي لازم يكون عنده القدرة وعنده الأدوات اللي تساعده إنه يدرس الاستثمارات ويفاضل بيناتها ويتخذ القرار الأمثل. وبعد منها اشتغلنا كإدارة مالية بالتمويل، كيف بدنا نمول احتياجاتنا، كيف بدنا نمول الموجودات الثابتة، كيف بدنا نمول رأس المال العامل، شو هي أفضل وسيلة للتمويل. وآخر شيء نهينا بمجموعة من الأدوات المالية يلي بتساعد على رفع الكفاءة المالية، على رفع معدل العائد على الاستثمار، على تحسين الأداء، على تحديد سياسة التمويل من خلال الرافعة المالية والرافعة التشغيلية والرافعة المشتركة، وكمان موضوع السيولة من خلال قياس القدرة المالية عن طريق الفترة الدفاعية. وحكينا كمان كيف نحن ممكن ندرس هل المنشأة رايحة باتجاه السلام والأمان وما في أي خطر، ولا هي في حالة خطر وما في أمل منها، من خلال نموذج إدوارد آلتمان للتنبؤ بالفشل المالي. ويمكن هنا حكينا شوية عن مهام المدير المالي، وحكينا عن الحوكمة governance وشو هي المبادئ تبع الحوكمة. هذا المخطط تبع المادة تبعنا يلي اشتغلنا عليه، وبالواقع ان شاء الله نكون توفقنا فيه. هرجع من الصفر لحبلش اول شيء بالمحاسبة. فبالمحاسبة نحن قلنا ان المحاسبة هي نظام معلومات بيقوم بتسجيل البيانات من واقع المستندات المؤيدة لها، بعدين بيقوم بدفتر اليومية بسجلها، وبعدين بنرتبها وبنبوبها بدفتر الاستاذ، وبعدين بنلخصها بميزان المراجعه ومن عده تقارير يلي بتبين نتيجه المنشاه، والتقرير يلي بيّن الوضع المالي للمنشاه اللي سميناه الميزانيه. فهي الخطوات التسجيل اول شيء، بعدين الترتيب والتبويب، بعدين اعداد التقارير، وهي الخطوات تبع المحاسبه الماليه. وإن المحاسبة المالية التقارير اللي بتقدمها بالواقع بتقدمها لعدة جهات، لذلك هاي التقارير لازم تكون قادرة على تلبية احتياجات كل هالجهات يا بندر. فإدارة مصلحة الضرائب، الأجهزة الحكومية، الملاك، المستثمرون، العملاء، كلها جمهور، كله بده يعرف شو وضع مالي بارعة بدون مايك أرجوكي. تمام. اي قلنا انه المنشأة امامها هدفين لازم تحققهم لتنجح، والمشكلة يا يامن انه دول هدفين متناقضين، هن الربحية والسيولة. ليش متناقضين؟ لانه يا منى الربحية تتطلب منك انه توصي كل قرش معك بالمشروع، بينما السيولة بتقلك لا، يجب الاحتفاظ بقدر كافي من النقدية حتى تقدري تسددي الالتزامات المترتبة عليك بتاريخ استحقاقها. لذلك نحن لازم كمدير مالي نقدر نحقق التوازن يا زينب ما بين الربحية وما بين السيولة.
ان المنشأة لما بتمارس عملها بتمارس انشطة، هالنشاط ممكن نصنفه ضمن واحد من ثلاثة، اما نعتبره نشاط تمويلي او نشاط استثماري او نشاط تشغيلي، تمام؟ وممكن اسألكم عنهم، يعني بسألكم عنهم شلون، هلا بالكم كيف بعد ما اشرحهم كيف ممكن يجي سؤال بهذا عن انشطة. يعني هلا قلت لكم مثال انه انا وامل قررنا انه نعمل معمل للالبسه الجاهزه براس مال 300 مليون. امل قال بدفع 100 مليون وانا بدفع 100 مليون وناخذ قرض من البنك 100 مليون. امل قدمت حصتها وانا قدمت حصتي وحصلنا على القرض، عملنا دراسه جدوى وقدمناها للبنك ووافق اعطانا قرض 100 مليون. هلا تقديم امل لحصتها وتقديم حصتي انا والحصول على القرض وتسديد القرض وفوائد القرض، هي كلها تعتبر انشطه تمويليه، انشطه تمويليه. هلا صار معنا المبلغ اللازم، صار معنا المبلغ اللازم اللي هو 300 مليون. خليكم معي شوي والله. بدك تجلس معي؟ طيب. إذا صار معنا المبلغ، رحنا اشترينا الأرض وعملنا عليها المبنى تبع المعمل وجبنا الآلات، اشترينا آلات وتجهيزات وأساس، هي تعتبر أنشطة استثمارية، أنشطة استثمارية. هلأ صار المعمل جاهز، صرنا نشتري الأقمشة نصنعها بواسطة الآلات والعمال ونحولها ل ألبسة، نخزنها، نعرضها، نبيعها، نحصل قيمتها، هي تعتبر أنشطة تشغيلية، تمام؟ هلا إذا بده يجي سؤال ضمن هذا الإطار، يعني رح نقول لكم مثلا تقديم الشريك لحصته في رأس المال يعتبر نشاط، واحد تمويلي، اثنين استثماري، ثلاثة تشغيلي، أربعة غير ذلك، تمام؟ تسديد فوائد القرض يعتبر نشاط تمويلي، استثماري، تشغيلي، غير ذلك. شراء آلات للمعمل يعتبر نشاط تمويلي، استثماري، تشغيلي، غير ذلك. بيع البضائع في الشركات التجارية يعتبر نشاط تمويلي، استثماري، تشغيلي، غير سالم، يعني شغله ما فيها التعقيد هذا. اي هذا بالنسبه لهالنقطه هي. هلا بعد منها قلنا انه طبعا النظام المحاسبي لاي منشاه بيختلف بحسب حجمها، بحسب طبيعتها. يعني طبعا النظام المحاسبي لمنشاه صناعيه مو مثل النظام المحاسبي لمنشاه تجاريه او زراعيه، وبحسب البيئة المحيطة بها، بحسب البيئة المحيطة بها. بعد منا حكينا عن المبادئ المحاسبية، وانتبهوا لها، هي يا أحمد أهم فقرة بالجزء الأول تبع المحاسبة. لما بدنا نعد التقارير لحتى تطلع تقاريرنا يا بارعة صح 100%، لازم نطبق ثلاث مبادئ، انتبهوا لهم كثير مهمين. اول مبدا اسمه مبدا المحافظه على راس المال. شو اسمه؟ مبدا المحافظه على راس المال. هذا المبدا يا ويا امال بيتطبق على الموجودات الثابته يلي بتملكها المنشاه. بذكركم الموجودات او الاصول الثابته هي الموجودات التي تملكها المنشاه بغرض الاستخدام وليست بغرض البيع، يلي هن الاراضي والمباني والالات والسيارات والتشغيل والاساس، هذول اشتريناهم لنستخدمهم ما بدنا نبيعهم، وهن الاضعف من حيث السيوله. لكن هدول قبل شوي كنا عم نقول هن هدول عباره عن كلفه استثماريه رح نستفيد منها لعده سنوات، وبالتالي هذه التكلفه لا يجوز انه نحملها على السنه اللي اشتريناها. يعني اشترينا الات ب 100 مليون دولار، مو معقول ب 1/1/2019 ونحن نستفيد من الالات 10 سنين، ما بيصير انا سأحمل ال 100 مليون دولار
حق الآلات اللي اشتريتهم ب 1/1/2016 حملهم على 2016 وحطهم مع المصاريف. هي طالما انه هي كلفه استثماريه رح نستفيد منها لعده سنوات، لازم نقسمها ونوزعها على السنوات، لازم نوزعها على السنوات، وحصة كل سنة بنسميها إهلاك. بندر عم تقول ما في صوت، شو الرأي عنكم عند الباقيين؟ ألو إذا في صوت اكتبوا لها لبندر إنه في صوت، الصوت واضح مشان تقدر تعالج الموضوع من عندها. بندر شو صار عندك؟ الصوت ضبط؟ الصوت ما انقطع، انا عم راقب الصوت. طيب بندر عم تسمعيني؟ اذا ما عندك صوت اطلعي وادخلي من اول جديد. اي تمام، اي تمام. اذا بعيد الفقرة المبادئ، في عنا ثلاث مبادئ، انتبهوا لإلهم. في عنا يا بندر ثلاث مبادئ أساسية، بدون مايك يا بندر، لازم نطبقهم لحتى تطلع النتائج تبعنا صح والميزانية تبعنا صح. أول مبدأ اسمه مبدأ المحافظة على رأس المال، يطبق على الموجودات الثابتة، الأصول الثابتة، يعني بدون مايك، على الأصول الثابتة، المباني، الآلات، السيارات. ليش يطبق عليهم؟ لانه دول كلفة استثمارية رأس مالية رح نستفيد منها لعدد طويل من السنوات، فما بيصير نحملها على سنة واحدة، لازم نجزئها ونحمل كل سنة حصة، وحصة كل سنة بنسميها اهلاك. تمام؟ هذا بالنسبة لمبدأ المحافظة على رأس المال. المبدأ الثاني اسمه مبدأ الحيطة والحذر. مبدأ الحيطة والحذر يا بارعة بيقول انه اذا كان هنالك ربح متوقع يترك لحين تحقيقه، اما اذا كانت هنالك خسارة متوقعة فيشكل لها مخصص او مؤونة فورا. وهذا المبدأ بيطبق على الموجودات او الاصول المتداولة يلي هي الكتلة الثانية بالميزانية، وبتشمل البضاعة والزبائن او المدينون واوراق القبض والاوراق المالية. يعني انا اذا شاري بضاعة بعشرة مليون ليرة سورية وما انباعت، بيت معي لاخر السنة وعم ساوي ميزانيتي، سألت شو صار حقها؟ اذا قالوا لي صار حقها 15 مليون، يعني في ربح متوقع، انا شو بيهمني؟ مو معقول سجلها ب 15 وسجل انه انا ربحت 5 مليون وادفع عليهم ضريبة، لا بخليها بالميزانية ب 10 مليون، لما بيع البضاعة وبصير الربح بسجله. تمام؟ إذا كان هنالك ربح متوقع يهمل، يترك لعين تحقيقه. أما إذا كانت هنالك خسارة متوقعة فيشكل لها مخصص أو مؤونة فورا. طيب، إذا كان البضاعة بالعكس، يعني أنا شاريها ب10 اليوم حقها 8، معناتها في خسارة متوقعة 2 مليون، في خسارة متوقعة 2 مليون. طيب شو بنعمل؟ لا بنقتطع من الارباح تبع السنه، بدل ما نوزع الارباح ناخذ مليونين بنخبيهم بنسميهم مؤونه او مخصص ضبوط اسعار بضائع، حتى اذا وقعت الخساره العام القادم نكون نحن محتاطين. فهذا بالنسبه لمبدا الحيطه والحذر. المبدا الثالث اسمه مبدا الاستحقاق او مبدا استقلال الدورات الماليه. هذا المبدا يا منى بيطبق على المصاريف والايرادات. مبدا الاستحقاق او مبدا استقلال الدورات الماليه بيطبق على المصاريف والايرادات. بيقول المبدا لحتى تطلع النتائج تبعنا صح، لازم كل دوره ماليه تحمل بمصاريفها وايراداتها فقط. لا يجوز تسجيل مصروف يخص دوره ماليه مع مصاريف دورة مالية أخرى. لا يجوز تسجيل إيراد يخص دورة مالية مع إيرادات دورة مالية أخرى. المصاريف التي تخص دورة مالية تحمل على الدورة المالية دفعت أم لم تدفع.
الايرادات التي تخص دوره ماليه تسجل لصالح، يعني انا عم بعمل حسابات محامي قلت لكم للبساطه عن عام 2019، باخذ ايراداته تبع 2019 فقط، قبضها ولا ما قبضها، وبطرح منها مصاريفه تبع 2019 دفعها ولا ما دفعها، بيطلع معي النتيجه صح. هذا اسمه مبدا الاستحقاق. هدول المبادئ مهمين جدا للفحص. طبعا شلون ممكن تيجي اسئله عليهم؟ اعطيكم مثال، يعني ممكن يجيكم سؤال على الشكل التالي: مبدا الحيطه والحذر يطبق؟ جاوبوني. هلا بدكم تجاوبوني، يلا جهزوا حالكم. مبدا الحيطه والحذر يطبق على: واحد، الموجودات الثابته، اثنين، الموجودات المتداوله، ثلاثه، الاموال الجاهزه، اربعه، المصاريف والايرادات. بعيد سؤال: مبدا الحيطه والحذر يطبق على: واحد، الموجودات الثابته، اثنين، الموجودات المتداوله، ثلاثه، الاموال الجاهزه، اربعه، المصاريف والايرادات. ما هي ليندا؟ نزعتيها؟ لكم مبدأ الحيطة والحذر يطبق هذا المبدأ على الأصول المتداولة. ما هيك مكتوب؟ يطبق على الموجودات المتداولة، على البضاعة. هلا لو كان السؤال مبدأ الاستحقاق يطبق على، هاتوا لنشوف، مبدأ الاستحقاق يطبق على: واحد، المصاريف والإيرادات، اثنين، الموجودات الثابتة، ثلاثة، الموجودات المتداولة، أربعة، الأموال الجاهزة. هذا مبدأ، يعني هيك شغلة ما لازم تخلصوا فيها، حرام عليكم. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للفكرة الأولانية. طبعا كيف بنعد التقارير؟ في عنا تقريرين. التقرير الأول بين نتيجة المنشأة، وبالمنشأة الخدمية بسيط: الإيرادات ناقص المصاريف يساوي النتيجة. فإذا كان الجواب موجب بتكون نتيجة ربح، إذا كان سالب بتكون نتيجة خسارة. اما بالمنشأة التجارية فبنحسب نتيجتها على مرحلتين. بالمرحلة الاولى بناخذ صافي المبيعات، بنطرح منها كلفة البضاعة المباعة، فبيطلع معنا النتيجة ربح مجمل او خسارة مجملة، طلع موجب ربح مجمل او تجاري، او اذا سالب خسارة. اما بالمرحلة الثانية فبناخذ النتيجة تبع الاولى وبنضيف لها باقي الايرادات وبنطرح منها باقي المصاريف، فبيطلع معنا النتيجة النهائية للمنشأة. أما بالنسبة للميزانية قائمة المركز المالي، وانتبهوا لها، في بيجي عليها كل مرة سؤال، أحيانا بخربطوا فيه الطلاب. قائمة المركز المالي أو الميزانية هي تقرير يبين الوضع المالي للمنشأة في لحظة معينة. هي تقرير يبين الوضع المالي للمنشأة، لاحظوا، في تحت خط، في لحظة معينة. طبعا بإحدى الدورات سألت الطلاب، أنا جاوبوني هلا لشيء. قائمة المركز المالي هي: واحد، تقرير، هي تقرير، واحد، يبين السيولة في المنشأة، التدفقات النقدية الداخلة والخارجية. اثنين، هي تقرير يبين نتيجة المنشأة بالربح أو خسارة. ثلاثة، هي تقرير يبين الوضع المالي للمنشأة عن دورة مالية معينة. أربعة، غير ذلك. إيش الجواب الصح؟ صحيح يا زينب. لا يا شباب، الجواب أربعة، غير ذلك. هي تقرير يبين الوضع المالي للمنشأة
في لحظة معينة تمام. انتبهوا لنقطة مهمة جدا. لا الرابع يا بارعة، هي تقرير يبين الوضع المالي للمنشأة بلحظة معينة، هي صورة للمنشأة بلحظة معينة تمام. يعني ما تخرطوا فيها، انتبهوا لها. هذا بالنسبة للجزء الأول. أكثر شيء ركزوا طبعا، ما تنسوا على شغلتين، النشاط التشغيلي ولا استثماري ولا كذا، والمبادئ على ايش تطبق، لا تخرطوا لي فيهم. ندخل بالتحليل المالي. التحليل المالي اشتغلنا اربع انواع من التحاليل المالي. هن اول شيء التحليل المالي الرأسي او الهيكلي، اثنين التحليل المالي الافقي او المقارن يا منى، ثلاثة التحليل المالي بواسطة رأس المال العامل، اربعة التحليل المالي باستخدام النسب المالية. ما حطالبكم بالتحليل المالي بالنسب المالية، لكن بدي اياكم تركزوا على اثنين وثلاثة اكثر شيء. مطلوب واحد واثنين وثلاثة، اربعة مو مطلوب، لكن ركزوا اكثر شيء على اثنين وثلاثة، التحليل المالي الافقي والتحليل المالي بواسطة رأس المال العامل. خلينا نبلش بالتحليل المالي الرأسي، مطلوبة. ما تقولوا اجى السؤال وقال الدكتور، لكن مو كثير مهم. التحليل المالي الرأسي او الهيكلي او الوزن النسبي بيسموه احيانا توزيع نسبي، هو من ابسط انواع التحاليل اذا بتتذكري يا ليندا. وانا وقتها قلت يا منى انه بموجب هذا التحليل باخذ الميزانيه، فيها ثلاث كتل، موجودات ثابته، موجودات متداوله، واموال جاهزه. وبقلب كل واحد العناصر طبعا بالاصول الثابته او الموجودات الثابته عندي، الاراضي، المباني، الالات. لا دورة يعني سنة كاملة، انتبه دورة. عن دورة يعني انت لما عم تقولي انه والله بالصندوق في مليون ليرة طول السنة، لا، انت وقت انجلتي وقت انلقطي الصورة كان في مليون ليرة بالصندوق. المهم ما رح خربطكم فيها، لا تخافوا. بعيد. اول نوع من انواع التحليل المالي والتحليل المالي الرأسي او الهيكلي، الرأسي او الهيكلي، وبموجب هذا التحليل ناخذ الموجودات او الاصول، سمينا نفس المعنى بارعة، اصول من الموجودات. وشو بنعمل يا بندار؟ بنقسمهم لثلاث مجموعات وبنرتبهم بحسب السيولة، هيك بالميزانية بالمحاسبة سووا. هي الميزانية هيك مرتبة من المحاسبة. فعندهم أول شيء ورتبوها إذا بتتذكروا بحسب السيولة، من الأضعف للأقوى. والسيولة هي إمكانية تحويل العنصر إلى نقدية. فأول كتلة اللي هي كتلة موجودات ثابتة تتضمن الأراضي والمباني والآلات والسيارات والشهرة وبراءة الاختراع إلى آخره. الكتلة الثانية اسمها كتلة موجودات متداولة، هلا كنا عم نحكي عنها، أو الأصول متداولة. هي الأصول موجودات التي يمكن أن تتحول إلى نقدية لكن بعد فترة من الزمن، هي أقوى من اللي قبلها بالسيولة. آخر كتلة كتلة الأموال الجاهزة الموجودة بالصندوق المصري. طيب هلا شو بنعمل؟ كل عنصر من العناصر بنشوف شو وزنه النسبي لإجمالي الموجودات، ونرجع بنشوف شو وزنه النسبي ضمن الكتلة اللي بنتمي لها. يعني مثلا عنا هون، خلينا نكبرها شوي، شوفوا مثلا عنا مثلا السيارات 5000، هي وزنها النسبي بالنسبة للمجموع الموجودات اللي 100000 خمسة على 100000 5%. اما وزن النسبي بالنسبة للكتلة اللي بينتمي الى الموجودات الثابتة يلي مجموعة 50000، فوزن 5 على 50000 يعني 10%. اذا السيارات بتشكل 5% من اجمالي موجودات المنشأة وبتشكل 10% من الموجودات الثابتة. البضاعة 10000 بتشكل 10% من الموجودات، لان الموجودات 100000
هدول 10,000 10 على 100 10%. اما ضمن اللي هي تنتمي البضاعه لكتله الاصول المتداوله يلي مجموعها 25,000 فوزنا، فبيطلع ارقام نفس العمليه بالطرف الثاني راس المال. هو واحد من حقوق الملكية وبيشكل جزء من إجمالي الالتزامات على المنشأة اللي هي 100,000 30 على 100,000 30%، لكن ضمن كتلة حقوق الملكية اللي مجموعها 50,000 رأس المال بيشكل 30,000 على 50,000 60%. إذا رأس المال بيشكل 30% من الالتزامات المترتبة على الشركة و60% من حقوق الملكية. لا 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 ما لازم يعني، ما بنلحق بنعطي، لا 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 ايه لا ابدا. بس اني انتبهت لك، انا عم ركز على الشرح هلا. اذا طيب، وبعد المنهار شو بنعمل؟ اذا تتذكروا انه هذا التحليل خلصنا، حسبنا نسبة كل عنصر لاجمالي العناصر ونسبته للكتلة التي ينتمي. وبعدين يا دكتور احمد قلت لكم وقتها اذا بتتذكروا كلمة مشهورة مايكا زينب، ها مايك بندر متذكرة يمكن، هذه النسب ليس لها معنى الا اذا الا اذا الا اذا الا اذا الا اذا قورنت مع نسب السنوات السابقة. خليكم معي ايه، الا اذا قورنت مع نسب السنوات السابقه. يعني انا عندي الالات هالسنه عم تشكل 10 40%، السنه الماضيه كانت 10%، معناتها نحن انتقلنا من نظام تصنيع يدوي لالي مثلا. ايه الا اذا قورنت مع المشاريع المماثله. يعني انا عندي معمل غزو ونسيج، ليش عندي الالات عم تشكل 30% وعند الكل عم تشكل 50%؟ معناتها في اشكاليه. ايه هلا الثالثة، إلا إذا قورنت مع النسب العالمية. يعني بيقولوا بسرعة السيارات لازم الآلات تشكل 50%، بسرعة الغزل والنسيج لازم تشكل 40%، بالعمليات التجارية ما لازم تتجاوز 10%. هلا إلا إذا الرابعة وهي الأهم، إلا إذا قورنت النسب تبع الخصوم مع، ليش؟ لأنه أنا قلت من أول الطريق يا نضال انه الموجودات اللي تملكها المنشأة بالتحليل المالي ما بنسميهم موجودات، بنسميهم يا يامن استخدامات الاموال. وهدول اللي هي الخصوم بالتحليل المالي ما بنسميهم خصوم، بنسميهم مصادر الاموال. منين اجانا مصادر؟ من اصحاب المشروع. تمام، برافو عليك يا رضا. واخذين قرض من البنك مبلغ معين، اخذين 30 ومتدينين من الدائنون اي مصادر. وين استخدمنا ال 100 مليون او 100,000؟ نفس الشيء استخدمنا واشترينا اراضي والات، هون استخدمها. في قواعد بالتمويل درسناها باخر الدرس، فما بيصير انا مول الالات الا بتمويل طويل الاجل. تمام، لذلك انا بقعد بقارن هي ليش تم ولا يا ترى التمويل موجود المقابل. يعني مثل ما قال نضال، الا اذا قورنت النسب يلي بالخصوم مع النسب يلي بالاصول. طيب ننتقل للتحليل الاهم، هذاك يعني نادر ما يجي عليه اسئله. هلا هون الدسم، التحليل الافقي او التحليل المقارن. بالتحليل الافقي او التحليل المقارن يا بارعة، بنجيب ميزانيتين ننزلهم جنب بعض ونعمل نحسب مقدار التغير اللي حصلت عليه، زاد ولا نقص، وقديش مقدار الزيادة او النقص، وبعدين بنطلع نسبة التغير. تمام، اذا نعمل عمليتين ننزلهم جنب بعض بنشوف كل عنصر شو قديش كان بأول سنة وقديش صار بثاني سنة،
وبنشوف بنحسب مقدار التغير ونسبة التغير. هلا مقدار التغير سالم، يعني مثل ما انتم شايفين الاراضي والمباني كانت 2000 صارت 6000، يعني كانت مليونين صارت 6 ملايين، لان الارقام بالالاف. كانت مليون معناتها زادت 4000، زادت كانت 2000 صارت 6000 يعني زادت 4000. نسبة التغير يعني نسبة الزيادة زادت 200%، زادت 200%، زادت 200%، كانت 2000 صارت 6000 يعني زادت 4000. زادت شلون حسبناها؟ بنقسم مقدار التغير على القيمة بسنة الأساس الأولانية، يعني 4000 تقسيم 2000 ضرب 100 بيطلع معنا 200%. لا لا، كانت 3000 صارت 6000، مقدار التغير زادت 3000، نسبة التغير زادت 100%. شلون طلعناها؟ 3000 على 3000 100%. وهكذا. البضاعة كانت 1000 صارت 800، مقدار التغير نقصت 200، نسبة التغير نقصت 20%، لأنه 200 على 1000 بيطلع 20%. وبنعمل نفس الحركة بالطرف الثاني. هلا بعد ما نساوي هيك، طبعا انتم بتعرفوا ما تساوا الشيء هذا، تمام، لانه ما عندكم وقت. شلون؟ عندنا 50 سؤال، عندنا 50 سؤال، يعني على كل سؤال دقيقة وربع، فمو معقول نقدر نعمل جدول. طيب شلون نحن بدنا نعمل؟ شو بنستفيد منه؟ هلا بعد ما عملنا هيك نرجع على الجدول الأول، على العمود الاول تبع مقدار التغير. هذه التغيرات يا زينب، كل تغير من هذه التغيرات اما ان يعتبر مولد للنقدية فهو مصدر للاموال، او مستهلك للنقدية فهو استخدام للاموال. فشو هي، هي مهمة، شو هي مصادر الاموال؟ قال مصادر الاموال هي الزيادة بالخصوم والنقص بالاصول ما عدا النقديه. مصادر الاموال شو هي يا ليندا؟ الزياده بالخصوم، زاد راس المال، زادت القروض، هي زياده بالخصوم، والنقص بالاصول. نقصت البضاعه، نقصت البضاعه، نقصت الزبائن معناتها دفعوا، نقصت اوراق قرض معناتها حصلناهم. اذا مصادر الاموال هي الزياده بالخصوم والنقص بالاصول بعد النقديه، نجمعهم بيطلع معي مصادر الاموال. يعني هون شو في عندنا مصادر اموال؟ الزياده بالخصوم، عندنا راس المال 7000 والقرض 2000 9000، طلعوا معي 9000. النقص بالاصول، دور بالاصول وين في ناقص؟ في اثنين هون، هاد وهاد. البضاعة نقصت 200,000 مع تبناها جانا مصاري، والزبائن كان عندهم 500,000 بقي 250 ناقص معناتها 250، بنحطهم بدون اشارات 450 و 9000 9450 مجموع المصادر. استخدامات الاموال بالعكس، احفظوها، هن النقص بالخصوم، استخدامات النقص بالخصوم والزياده بالاصول ما عدا النقديه، بيطلع معنا استخدامات الاموال. هدول مهمين احفظوها. مصادر الاموال شو هن يا منى؟ هن الزيادة بالخصوم والنقص بالاصول ما عدا النقدية. استخدامات الاموال شو هن يا يامين؟ هن النقص بالخصوم والزيادة بالاصول ما عدا النقدية. طيب وبعد منها شو بنعمل؟ بنقارن المصادر مع الاستخدامات، بنقارن المصادر مع الاستخدامات. طيب اذا كانت، جاوبوني على السؤال يلا لشوف، الكل بده يجاوب بس بدون خطأ، جاهزين؟ إذا كانت المصادر أكبر من الاستخدامات، فالفرق يعتبر 1 ربح، 2 خسارة، 3 صائب، 4 عجز. تمام، برافو عليكم. صائب لانه هذا حركة سيولة ما لها علاقة بالربح والخسارة. طيب اذا كانت الاستخدامات اكثر من المصادر، الفرق يعتبر 1 ربح، 2 خسارة، 3 فائض، 4 عجز، يعتبر عجز. تمام. طبعا اذا كان في عندنا فائض
لازم نرجع على النقدية ونلاحظ انه النقدية زادت بمقدار هذا الفائض. واذا كان في عندنا عجز لازم اذا رجعنا على النقدية نلاقي انه النقدية نقصت بمقدار هذا العجز. واضح؟ هلا بالنسبة للعبود الثاني، طبعا نسب، بس انتبهوا على التغيرات اللي بتحصل بالموجودات الثابتة. فالموجودات الثابتة إذا كانت عم تتغير بنسب كبيرة فبتكون الشركة عم تقوم بعملية توسع. يعني الأراضي زادت 200%، الآلات زادت 100%، السيارات زادت 50%، الأساس شو عم يصير بالمنشأة؟ توسع. طيب لو كان بالعكس، نسب التغير عم تنقص بنسب كبيرة، بتكون الشركة عم تقوم بتصفية أعمالها. تصفية أعمالها إذا كانت النسب عم تتغير بالنقص بنسب بسيطة، فبتكون ما في شيء، لا عم تتوسع ولا تصفية، بس بيكون النقص ناجم عن الإهلاك. يا عيني عليك يا بندر، عملية الإهلاك عم تؤدي إلى نقص فيه. طيب إذا كان في زيادة بنسبة بسيطة بتكون ناجبة عن استبدال أساس بأساس، آلة بآلة، لا تنسوا. فطبعا ممكن يجي سؤال بهذه الصيغة، يعني عندما تزيد الموجودات الثابتة بنسب كبيرة فإن الشركة تكون بحالة: واحد، توسع، اثنين، تصفية، ثلاثة، استبدال بعض الأصول الثابتة، أربع، إهلاك. بتكون بحالة توسع. انتقلنا بعد منها على التحليل المالي بواسطة رأس المال العامل. قلنا عندنا ترتيب الموجودات، وبدل ما نساويهم ثلاث كتل سويناهم كتلتين. الموجودات الثابتة أو الأصول الثابتة تركناها مثل ما هي وسميناها رأس المال الثابت، بينما دمجنا الموجودات المتداولة، الكتلة أعطيناها رقم واحد. جينا على كتلة الموجودات المتداولة دمجناها مع الأموال الجاهزة وسميناها رأس المال العامل، سميناها رأس المال العامل، قال، وأعطيناها رقم اثنين. جينا على الخصوم، دمجنا الحقوق الملكية اللي هي الديون اللي على المنشأة لأصحاب المنشأة مع ديون طويلة ومتوسطة الأجل بكتلة واحدة وسميناها الأموال الدائمة، بينما ديون قصيرة الأجل أو الخصوم المتداولة دائنون موردون أو رغدة حطيناها بكتلة رقم أربعة. فصار عندنا أربع كتل: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هلا بنشوف الوزن تبعهم. هلا لحتى يكون الوضع سليم بالمنشأة لازم تكون ثلاثة أكبر من واحد، ولازم تكون اثنين أكبر من أربعة. ليش؟ لأنه لا يجوز تمويل الموجودات الثابتة إلا بأموال دائمة، وبالتالي حتما معناتها لازم تكون هي أكبر من هي. وأيضا الأصول المتداولة والجاهزة رأس المال العامل لازم يكون أكبر من الديون اللي علينا، لأنه إذا ديون أكثر شلون أنا بدي أعمل؟ إذا كل مصرياتي ما بيكفوا بدي بيع الآلات مشان سدد، ما بصير. لازم يكون ثلاثة أكبر من واحد واثنين أكبر من أربعة، والفرق بين ثلاثة وواحد يساوي الفرق بين اثنين وأربعة، واسمه رأس المال العامل الصافي. فرأس المال العامل الصافي يساوي إما ثلاثة ناقص واحد، يعني الأموال الدائمة ناقص الأصول الثابتة، أو اثنين ناقص أربعة، الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. شايفين؟ رأس المال لا يجوز تمويل الموجودات الثابتة إلا بأموال دائمة. رأس المال العامل الصافي يساوي الأموال الدائمة ناقص الأصول الثابتة أو الأصول المتداولة، هذا 3 ناقص 1 أو 2 ناقص 4، الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. وطبعا الفرق بيناتهم لازم يكون موجب.
تعمل حركة تانية مساوية، رح ننزل الديون لتحت، نخلي بس فوق بالكتلة الثالثة حقوق الملكية، ونرجع نحسب 3 ناقص 1 و2 ناقص 4. 3 ناقص 1 يعني حقوق الملكية ناقص الموجودات الثابتة، 2 ناقص 4 يعني الأصول المتداولة ناقص جميع الديون. بيعطينا جواب، هذا الجواب اسمه رأس المال العامل الصافي الخاص، اسمه رأس المال العامل الصافي الخاص، ويساوي إما حقوق الملكية ناقص الأصول الثابتة أو الأصول المتداولة ناقص جميع الديون. وهذا ما في مشكلة، أنا بالعكس بفضل إنه يطلع سالب. التحليل المالي بالنسبة المالية سامحتكم فيه، خليهم عنكم للاطلاع، ممكن يلزموكم بيوم من الايام. سألنا بعض منا لا تحليل التكاليف واستخدامها باتخاذ القرارات. إلا التكاليف إلى عدة أنواع، لكن نحن ركزنا على انواع التكاليف بحسب سلوكه او حسب علاقتها بمستوى النشاط، وقسمناها على هذا الاساس لثلاث انواع: تكاليف متغيره وتكاليف مختلطه. وقلنا التكاليف الثابته التكاليف التي لا تتغير بتغير مستوى النشاط، وبتكون ثابته على المستوى الاجمالي لكنها متغيرة على مستوى وحدة النشاط. وكلما زاد مستوى النشاط كلما توزعت هذه التكلفة على عدد أكبر من الوحدات، وانخفضت حصة الوحدة من التكاليف، وزادت قدرة المنشأة على المنافسة وتحقيق الأرباح. يعني إيجار المصنع، إيجار المصنع مليون ليرة، طيب ثابتة على المستوى الإجمالي، يعني ان ما انتجنا ولا انتجنا 1000 وحده ولا 10000 ولا 100000 ولا مليون وحده بندفع اجره مصنع مليون ليره. طيب لكن هي ثابته على المستوى الاجمالي لكنها متغيره على مستوى وحده نشاط، لانه انا اذا انتجت 1000 وحده فالمليون على 1000 بيطلع حصه كل وحده 1000. اذا قدرت انتج 10000 وحده مليون على 10000 100 ليره، اذا قدرت انتج 100000 وحده مليون على 100000 10 ليرات، واذا قدرت انتج مليون وحده مليون على مليون ليرة. فكلما زاد النشاط كلما توزعت التكلفة الثابتة على عدد أكبر من الوحدات، وانخفضت حصة وحدة من التكاليف، وزادت قدرة المنشأة على المنافسة وتحقيق الأرباح. رح نرمز للتكلفة بصاد ولمستوى النشاط كم وحدة عم ننتج سين. هون مثل ما شفتوا ما في علاقة ارتباط بين صاد وسين، لأنه مهما كان سين فإن صاد مليون. لذلك المعادلة تبع التكاليف الثابتة صاد يساوي ألف، ألف هو رقم ثابت لنا بالمثال تبعي مليون، ما في سين لأنه ما في علاقة ارتباط بسين، مهما كان سين فإن صاد مليون، لذلك مو موجود بالمعادلة. النوع الثاني من التكاليف هو التكاليف المتغيرة. التكاليف المتغيرة يا أمل ويا أحمد هي التكاليف التي تتغير بتغير مستوى النشاط وبنسبة تغير ثابتة، يعني نيمار مثل مثلا المواد الأولية، إذا الوحدة بدها بعشر ليرات مواد التنتين بدون 20 والثلاثة بدون 30 والأربعة بدون 40 وهكذا. فكلما زاد مستوى النشاط كلما زادت التكلفة. في علاقة إذا بين صاد وسين، كلما كبرت سين تكبر صاد وبنفس التغير. هون أعطيني سين لك قديش صاد، عم يقول اللي ضال إنه سين ألف، قديش صاد؟ 10000، لأنه الوحدة 10 ليرات، 1000 وحدة 10000، تمام. فالمعادلة صاد يساوي ب سين، طبعا بالمثال اللي أنا عم بقوله صاد يساوي 10 سين، فصاد هي قلنا الكلفة وسين مستوى النشاط، وب هي الكلفة المتغيرة الوحدة 10، بعطيني قديش سين، وهي بتكون بيانيا بشكل خط بينطلق من الصفر بزاوية ميل معينة، مو مهم هذا بالنسبة لكم. هلا وبما انه التكلفة المتغيرة هي مهمة يا أمل، معادلتها من الشكل صاد يساوي ب سين، فمعناتها صاد على سين لازم يساوي ب دوما.
النوع الثالث من التكاليف هو التكاليف المختلطة. التكاليف المختلطة يا بارعة هي التكاليف ذات شقين، الشق الأول يا يامن ثابت والثاني متغير، لذلك المعادلة تبعها هي ص يساوي ألف، هذا الجزء الثابت، زائد د س الجزء المتغير. قلت لكم مثل مصاريف الرواتب موظفي المبيعات عند بنتهم، تمام، او غيره، يعني هون بتكون معادلته من الشكل ص يساوي ألف زائد د س. هلا مهم جدا انه انتم تعرفوا شو نوع التكلفه، شلون كنتوا تعرفوا هذا للفحص اكيد مهم، ما تقولوا ما قلت لكم. بالفحص تعال لك انه التكلفه وتقول لك بدي لك شو، تقول لي شو نوعها، ثابته ولا متغيره ولا مختلطه، وبدي اسالك احيانا شو معادلتها. اي شلون بنعرف التكلفه شو نوعها وشو معادلتها؟ بنقارن، بنشوف التكلفه عند عده مستويات للنشاط. اثنين، نحن حناخذ نقطتين بالفحص، دائما نقطتين، الحد الادنى والحد الاقصى، نراقب التكلفه. اذا لقينا يا منى ان التكلفه ما عم تتغير بتغير مستوى النشاط، بتكون تكاليف ثابته. يعني اذا لقيت ان التكلفه عند 1000 وحده مليون وعند 10000 وحده مليون، معناتها ثابته ومعادلتها ص يساوي مليون. دغري طلعت معي، لانه ما في س ثابته، ص يساوي مليون، طلعت معي المعادله. يعني انا قلت لك بالفحص كانت تكاليف ايجار المصنع عند مستوى 1000 وحده مليون واصبحت عند مستوى 10000 وحده مليون، ما هو نوع التكلفه ومعادلتها؟ بدك تقلي لي ص يساوي مليون، هي ثابته ومعادلتها ص يساوي مليون، تمام. طيب هي اذا ما تغيرت. طيب هلا اذا تغيرت، إذا تغيرت أولا مو ثابتة، يا متغيرة يا مختلطة. طيب متغيرة ولا مختلطة شلون بدي أعرف يا دكتور أحمد؟ العملية بسيطة يا يامين. أول شغلة يا ليلاس، بتقسمي التكلفة على مستوى النشاط عند المستوى الأدنى، وبترجعي بتقسميها عند المستوى الأعلى. إذا طلع معك نفس الجواب بتكون متغيرة، وبتكون طلعت معك المعادلة تبعها، لانه بما انه التكاليف المتغيرة يا زينب معادلتها ص يساوي ب س، فمعناتها ص على س لازم يساوي ب دوما. فاذا طلع معي ب دوما معناتها كلفة متغيرة. يعني انا قسمت 10000 على 1000 طلع 10، و 20000 على 2000 طلع 10، معناتها هي كلفة متغيرة ومعادلتها ص يساوي 10 س، ما هيك؟ ب طلعتيها لانه ايه قال. هلا اذا كان ما طلع معي نفس الجواب، اول شيء الكلفه تغيرت بتغير مستوى النشاط، ثانيا لما قسمت الكلفه على مستوى النشاط ما طلع معي نفس الجواب، شو بعمل؟ بهيك حاله معناتها هي الكلفه مختلطه. ولما بتكون مختلطه معادلتها بتكون من الشكل ص يساوي الف زائد ب س، وبدك بالفحص تطلع لي ب وتطلع لي الف. شلون بتطلعهم؟ اول شيء بنطلع ب يا ب، شو بنطلع به؟ بنقسم الفرق بالتكاليف على الفرق بمستوى النشاط، تمام؟ بنقسم الفرق بالتكاليف على الفرق بمستوى النشاط، بيطلع معك ب. بعدين عوض اما عند المستوى الادنى او الاعلى، عندك ص وعندك س وعندك ب، صار في مجهول واحد، اكتب المعادله ص يساوي الف زائد ب س، حط الارقام عندك اياهم، بيطلع معك المجهول اللي هو الف. بتكون طلعت الف وب، بتكتب لي المعادله ص بتساوي الف زائد ب س. طبعا ما بتحط الف زائد ب س، بتحط قديش طلعت الف وقديش طلعت ب. اخذنا تمرين عليها واشتغلنا عليه مطولا، بعتقد ما كان في اشكال عليه. سالنا بعد منها على تحليل العلاقه بين التكلفه والحجم والربح، يلي سميناه يا امل تحليل التعادل، سميناه تحليل التعادل. تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح سميناه تحليل التعادل. نقطة التعادل مهم جدا، مطلوبة منكم للفحص نظريا وعمليا. نقطة مستوى النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية فلا تحقق المنشاة ربح أو خسارة. نقطة التعادل أو حجم التعادل، شو تعريفه يا ليلاس؟
هي ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية، فلا تحقق المنشأة أي ربح أو خسارة. يعني هي اسمها نقطة تعادل، متعادل الإيرادات مع التكاليف، تمام؟ وبالتالي هي اسمها نقطة تعادل. فكيف نحسبها؟ عملية بسيطة، بتعتمدوا على هذا القانون أكثر من هي الشغلة غليظة هاي معادلة ونحط الإيرادة. شوف هذا القانون، بنقسم التكاليف الثابتة خليكم معي لحظة بقى. آسف على الانقطاع. العملية بسيطة جدا، يعني انتم بالفحص رح يجيكم تكاليف ثابتة وسعر بيع الوحدة والكلفة المتغيرة وحدة. نقطة التعادل قديش؟ رح نقول لكم مثلا انه بلغت التكاليف الثابتة 100,000 ليرة سورية، وسعر البيع الوحدة 100 ليرة والكلفة المتغيرة 40 ل 60 ليرة. وبالتالي فإن نقطة التعادل تساوي كذا ولا كذا، بدك تختار الرجال الصح، ما بدها شيء. 100,000 على 100 ناقص 60 ناقص 40 ناقص 60 ناقص 50 حلوة، فبيطلع معي الجواب دغري. عملية حسابية بسيطة، تمام؟ يعني أنا المادة في إلها شبيه لها ببرنامج ثاني بالبي ام تي ام، يعني فكانت قدموا الفحص 19 شهر، كانت نسبة نجاح كثير عالية، يعني يمكن 90% أو أكثر والله. المهم بقى بس في واحد مسكين والله حباب كثير ولطيف، كان يحضر كل محاضراتي، قال لي والله ما جبت 38. قلت له ليش؟ قال لي في مسائل كثير، لك هي مو مسألة، هي يعني هي مو مسألة، ما بدها شيء. يعني 100,000 تقسيم 100 مع 60 بيطلع معك دقيقة، يعني ما بدها شيء. قال لي شلفت ما ضبطت معي. ما في تشليف لك هي الشغله، تمام؟ ايه فهي مو مساله، هي يعني لا تعتبر مساله. واكيد رح اسالكم عن نقطه التعادل تحسبوا لي اياها. عمليه سهله جدا، بنقسم التكاليف الثابته على سعر بيع الوحده مع الكلفه المتغيره الوحده، بيطلع معكم نقطه التعادل، بتختاروا الاجابه الصح. طيب هذا بالنسبه لنقطه التعادل. لا في نقطه ثانيه مهمه اسمع، حجم المبيعات المستهدفة. حجم المبيعات المستهدفة شو تعريفها؟ الحجم المبيعات المستهدفة هي ذلك المستوى من النشاط الذي يضمن للمنشأة تحقيق ربح مستهدف قدره كذا. هنشوف الفرق بين نقطة التعادل ونقطة المبيعات المستهدفة. نقطة التعادل هي ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية، فلا تحقق المنشأة أي ربح أو خسارة. أما المبيعات المستهدفة هي ذلك المستوى من النشاط الذي يضمن للمنشأة تحقيق ربح مستهدف قدره كذا، تمام؟ سهل، ما فيها شيء. كمان هذا من الأسئلة النظرية مهمة. طيب شلون بتنحسب؟ نفس القانون بس بنضيف على البسط الربح المستهدف، بصير القانون التكاليف الثابتة زائد ربح المستهدف على سعر البيع الوحدة مع الكلفة المتغيرة. يعني إذا قلت لكم التكاليف الثابتة 100,000 والربح المستهدف 300,000 وسعر البيع الوحدة 100 والكلفة المتغيرة 60، ما هي حجم المبيعات المستهدفة؟ ما بدها 100,000 زائد 300,000 400,000 على 100 على 100 على 100 ناقص 60 على 40 بيطلع معنا 1,000 وحدة. يعني
مو يعني صف رابع صف يعني ما فيها شيء. فاذا محفظوا لي قانونين مهمين جدا، نقطه التعادل، التكاليف الثابته على سعر بيع الوحده مع الكلفه المتغيره الوحده، حجم المبيعات المستهدفه، التكاليف الثابته زائد الربح المستهدف على سعر بيع الوحده ناقص الكلفه، يعني بتضيفه على البسط زائد الربح المستهدف. تمام؟ شايفين نقطة التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف على سعر البيع ناقص الكلفة المتغيرة. هامش الأمان، هامش الأمان هو مدى الابتعاد عن نقطة التعادل. هامش الأمان يساوي مدى الابتعاد عن نقطة التعادل. فكل ما كنا بعاد عن نقطة التعادل كل ما كان أفضل، لكن قلت لكم وقتها إذا بتتذكروا الأفضل يعني لاز إنه نستعمل نسبة هامش الأمان. نسبة هامش الأمان هي المبيعات ناقص مبيعات التعادل على المبيعات. تمام؟ فأنا أحكم مثلا المبيعات كانت المبيعات الفعلية 100,000 وحدة ومبيعات التعادل 60,000 وحدة، فقديش نسبة هامش الأمان؟ 100,000 ناقص 60,000 على 100,000 بيطلع معكم نسبة. عندكم ثلاث خيارات تختاروا، أربع خيارات تختاروا إنه الإجابة الصح. تحليل التعادل في حال وجود ثلاث منتجات أو أربع منتجات ما حطالبكم فيه، هو ما في شيء بس ما لا توجعوا راسكم فيه، واختيار المنتجات وفي حالة وجود محددات تذكروها تبع المخبز والفرن، وإذا المواد محدودة ما حنوجع راسنا فيه نضيع وقت عليه. طيب حاجتكم بلاهم، بس احفظوا لي التعادل والمبيعات المستهدفة ونسبة هامش الأمان، ما فيهم شيء ثاني. اي هذا اشتغلنا وقتها اذا عنده خبز طحين والدولة بتعطيه كمية والمحدودة حلوة مفيدة جدا، لكن ما حوجع لكم راسكم بالبعض تتعذبوا فيها. دخلنا بعد منا على استخدام البيانات المالية باتخاذ القرارات. رح نشتغلنا شي ثلاث قرارات وبنكملهم بالجلسة اللي بعدها. شو هي القرارات اللي ممكن نحن من خلال البيانات المالية او المعلومات المحاسبية والمالية نقدر نتخذ فيها قرار؟ اول شيء عندنا قرارات التسعير، قرار قبول او رفض طلبية، قرار الشراء او الصنع، قرار تغيير الاسعار، اختيار الاستثمار، تقدير التكاليف وهكذا. بلشنا اول شيء قلنا سعر البيع الامثل هو ذلك السعر الذي تحقق عنده المنشأة اعلى ربحية ما هو سعر البيع الامثل هو ذلك السعر الذي تحقق عنده المنشأة اعلى ربحية على المستوى الاجمالي. سعر البيع الأمثل هو ذلك السعر الذي تحقق عنده المنشأة أعلى ربحية على المستوى الإجمالي. يعني أنا إذا بدي بيع ألبسة، طبعا بدي بيع تيار نسائي مثلا، أنا مكلفني 10,000، طبعا إذا بدي أبيع مليون ليرة أحسن شيء بس ما بينباع معي، فأنا بدي أدرس العلاقة بين حجم المبيعات وسعر البيع. تمام؟ حجم المبيعات وسعر البيع، وبالتالي كل ما قدرت حقق ارباح اكثر بيكون افضل. فسعر البيع الامثل هو ذلك السعر الذي تحقق عنده المنشأة اعلى ربحية على المستوى الاجمالي. شلون نحسبه؟ العملية بسيطة. نحن بنحط عدد بدائل للسعر. انا عندي منتج بدي بيعه، بحط عدد بدائل له وبحسب الفرق بين كل سعر بيع والكلفة المتغيرة، وبعمل عمل دراسة تسويقية بشوف من خلالها قديش عدد الوحدات المتوقع بيعها بكل سعر، فبضرب العدد الوحدات المتوقع بيعها بهامش الربح اللي هو الفرق بين سعر البيع والكلفة المتغيرة، فبيطلع معي قديش الربح عند هذا السعر، بقارن النتائج وبعدين بختار سعر البيع يلي بيعطيني اعلى ربحية. خدنا مثال اذا بتتذكروا،
عندنا شركة عندها منتج كلفته المتغيرة حق مواد وجود 5 ليرات، بدها تسعره مترددة بين 4 و6 و7 و8 و10. عملت دراسة تسويقية تبين عندها عند كل سعر قديش منبيع. هلا إذا بعنا بأربعة نخسر ليرة، بينباع معنا 20,000 بنخسر 20,000. إذا بعنا الستة ونحن مكلفنا ضرب 15,000 الربح 15,000. إذا بعنا السبعة عندنا هامش ربح بكل وحدة ليرتين، بنبيع 10,000 بنربح 20,000. إذا بعنا بثمانية بنربح بكل وحدة 3 ليرات ضرب 9,000 بيطلع معنا 27,000. إذا بعنا بعشرة بنربح بالوحدة 5 ليرات ضرب 5,000 25,000. إذا أفضل شيء هو 8 لأنه بنربح عنده 27,000. القرار الثاني كان نقطة تماثل السعر. إنه نقطة تماثل السعر بنختارها بنحسبها لما بيكون عندنا منتج عم نبيعه بسعر معين وبيجينا من جهة ما فكرة إنه نغير السعر، إما نزيده أو نخفضه. إما إنه نزيد السعر أو نخفض السعر. فما هو سعر البيع الأمثل؟ إذا هذا بالنسبة للفكرة تبعنا. سعر البيع الأمثل هو ذلك السعر الذي تحقق عنده المنشأة أرباح بالسعر الجديد تساوي الأرباح التي كنا نحققها بالسعر القديم. بعيد، لما بيكون عندنا منتج عم بيعه بسعر معين وحدا بيقترح علينا إنه نغير السعر، فبنقبل ولا بنرفض؟ هاي اسمها بنستعمل أداة اسمها نقطة تماثل السعر. عرفنا نقطة تماثل السعر إنه هي ذلك المستوى من النشاط الذي تحقق عنده المنشأة أرباح بالسعر الجديد تساوي الأرباح التي كانت تحققها بالسعر القديم. قال شو نحسب نقطة تماثل السعر؟ نحسبها على مرحلتين. المرحلة الأولى بنحسب الربح الحالي، وبعدين بنقسم الربح الحالي على هامش الربح تبع السعر الجديد اللي هو الفرق ما بين السعر الجديد والكلفة المتغيرة. فبيطلع معي نقطة تماثل السعر. طبعا بالفحص يمكن في سؤالين عن نقطة تماثل السعر. بالطريقة هي بنحسب الربح الحالي وبنقسمه على هامش الربح تبع السعر الجديد، فبيطلع معنا نقطة تماثل السعر. رح اقول لكم قديش نقطة تماثل السعر. طبعا هلا بعدين شو بنتخذ القرار؟ إذا كان بنشوف دراسة تسويقية، إذا كان مستوى النشاط المتوقع أعلى من نقطة تماثل السعر بنقبل، لأنه هذا معناتها التغيير بالسعر بيؤدي إلى نضال بدون المايكروجان بيؤدي الى زيادة الارباح. اما اذا مستوى النشاط متوقع اقل من نقطة تماثل السعر، لا ما مغير السعر. شفنا شركة الطيران العربية السورية عندها حاليا 1000 راكب وعم تاخذ للراكب 20,000، بينهم بكلف اجرة نقله 10,000، يعني في ربح 10,000 ضرب 10,000 يعني عم نربح حاليا هذا الربح الحالي 10 مليون ليرة سورية. مدير التسويق اقترح انه نخفض السعر من 20,000 ل 15,000، يعني هامش الربح اللي هيصير 5,000 بدل 10,000. فبنقسم ال 10 مليون على 5,000 على هامش الربح الجديد، فبيطلع معي 2000 راكب، يعني انا لازم يجيني 2000 راكب بالسعر الجديد حتى اربح ال 10. مضبوط، لانه 2000 ضرب 5,000 بيطلعوا 10 ملايين. هاي نقطة تماثل السعر اللي عنده الربح بالسعر الجديد يساوي الربح اللي كنا نحققه بالسعر القديم. قال هلا شو بنعمل؟ نعمل بعدين مثل ما قلنا دراسة تسويقية، إذا تبين لإلي إنه على السعر رح يجيني 3000 راكب فورا بقبل أكثر من نقطة تماثل السعر، لأنه 3000 راكب إذا ربحت من كل راكب 5000 بربح 15 مليون تمام بدل 10. إي أما إذا كان لا والله ما متوقع يجيني 2000 راكب، أقل من 2000 رح يجيني 1500 راكب، 1500 راكب ضرب 5,000 بيطلعوا 7 ملايين ونص، انا كنت عم بربح 10 ملايين، شو بدي بالشغله؟ ما لنا مصلحه. طب انا ايضا على مثال ثاني اذا بتتذكروه مهم جدا، اكيد في اسئله عليه نظري وعملي. تمام؟ بعيد، السؤال العملي يعني حسب نقطه تماثل السعر. وفي اكثر من سؤال، السؤال النظري شلون؟ يعني بقول لكم مثلا نقطه تماثل السعر، جاوبوني لشوف. جاهزين؟
نقطة التماثل الثانية، واحد، ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية، فلا تحقق المنشأة أي ربح أو خسارة. اثنين، هي ذلك المستوى من النشاط الذي تحقق عنده المنشأة أعلى ربحية ممكنة. ثلاثة، هي ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية، التكاليف الكلية للبديل الأول مع التكاليف الكلية للبديل الثاني. أربعة غير ذلك. إنه الصح؟ أربعة صح، لأنه نقطة تماثل السعر هي ذلك المستوى من النشاط الذي تحقق عنده المنشأة أرباح بالسعر الجديد تساوي الأرباح التي كانت تحققها بالسعر القديم. أنا شو قلت؟ الخيار رقم واحد هي ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية، فلا هي نقطة تعادل، ما هي نقطة تعادل مو نقطة تماثل السعر. بعدين قلت هي ذلك المستوى من النشاط الذي تحقق عنده المنشأة على ربحية، لا هذا سعر البيع الأمثل. تمام؟ بعدين قلت الخيار الثالث هي ذلك السعر الذي تتساوى هو ذلك الذي تتساوى عنده التكلفة الكلية للبديل الأول مع التكلفة الكلية للبديل الثاني، هي نقطة حد السواء. شايفين؟ يعني لازم تعرفوا تميزون، هذا نظري هيك أنا بسميه نظري. واضح؟ طيب حنوقف هون. هلا عندنا خيارين، تعبتكم شوي ارتاحوا، عندنا خيارين. هلا الساعة هلا سبعة وربع، اما بنرتاح ربع ساعة وبنرجع سبعة ونص، عفوا اي سبعة ونص بنتابع، ندخل بس ننجل ندخل جلسة ثانية، نسكر هي وتحت الثانية رقم 16 او الساعة 8 السبعة ونص او 8 يلا هاتوا نشوف. والاغلبية بتكون توافقوا على قرار الاغلبية، بندر سبعة ونص، بارعة سبعة ونص، نيمار سبعة ونص، نضال الساعة 8 يلا يا نضال اللي وزينب الساعة 8 وبلاس والله سبعة ونص وثمانية. طيب ثمانية إلا ربع خلاص. ثمانية إلا ربع حليتها بيناتكم خلاص. الساعة ثمانية إلا ربع بندخل على الجلسة الثانية، معكم نص ساعة استراحة يلا. ثمانية إلا ربع مو ثمانية أرجوكم، لأنه في معلومات مهمة بدها تروح عليكم الزرق. ثمانية إلا ربع كونوا معي يلا، إلى اللقاء. هيك شغله.